حالكم ان شاء الله طيبين. معكم الياس من قراء، معكم الياس زبد، بس معكم الياس. فقبل ما نبدا المقطع لا تنسى لايك وشير وقناة الفرج وتفعيل التنبيهات اللي راح نلعب روتا ليج. طبعا زبط سياره من قبل ما نبدا المقطع، طبعا التصميم زي كذا اخوي هو مظبطه. فعجبت فكره الماب انه مثلا خويك يشوت الكوره وهي زي المقطع اللي تروح المرمر وتسجل، ممكن تروح على جدار كذا وترجع لك، ممكن خلاص قديم وتخش في المرمر وانت فرحان، ممكن ترجع لك زي كذا، عرفته؟ فانا معترف اللعبه ترى جربتها بها. هذا اخوي احمد ما جرب ولا ماب، فلا نكثر كلام، خليني اخش الماب. ايوه يا مدير، يا صاحبي يا منوبة. شوف 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 دحين شوف دحين اليسار قبي ايش حسوي. انا سجلت عن نفسي صح؟ صح سجلت عن نفسي يب. يعني بتفوز بناخذ هذا، والله ما ادري نحن اية واحد، الوردي ولا الاخضر؟ يا الوردي نحن. روح يا رب. ايوه
يا رب لا سجل. لا هروب والله من قريب مره من الكور كنت بسجل هدف ولكن لم تزبط معنا. يا اخي انا بمسك الكور بس مره واحده بسجل يا اخي هدف واحد بس هدف واحد من دون مقطع ترى يا عيال والله ترى من دون مقطع اجيب هدف كثير مره. الله يلا شوف التسجيل هذه يا شيخ والله يا اخي نفس ابوس لاعب ده يو يا دادا دحين نحن كم نحن كم نحن بس اثنين يا شيخ روح بالله يا اخي روح حارس يا شيخ بركم الحركة هذه الله شفتوا قريب منه قريب منه انا شوف الحين جيت 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 شفتوا قد شفتوا العيال فوق هناك شوف الحركة هذي شوف لا زي كذا بس اتوقع دارة 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 بعدين روح هنا بعدين يمشي دا اوكي بعدين يمشي زي كذا شوف زي كذا سكة ورا سكة بسجل هدف افجر افجر ابوي يعني شوفوا هنا امشي حتى بالمقلوب شايف امشي بالمقلوب فحت كمان يا مدير الكيف كيفك معلش معلش ترى دوبنا فهم اللعبه ولا عارف ايش بس من مدرسه سياره مسوي مهمه حتى سيارات هذا منو مجمع يا اخوي المجمع بس عيال كان هذا المطالب بشكل كامل اسئله كل شرق بقناه يلا مع السلامه.